اتهامات وعنف جسدي ولفظي متبادل بين النواب، ولا تجد لجنة النظام الداخلي والحصانة في البرلمان حلا قانونيا للحد من العنف بين النواب. للأسف فما ضعف من الدولة، فما تراخي في تطبيق القانون، لا أدري ثم رأي قاعد يتسع شيء فشيء، وأن النائب يتمتع بالحصانة، النائب أو أي مسؤول آخر ليس فوق القانون، بل هو الأحرص، بل هو ينبغي أن يطبق عليه القانون قبل غيره. اعتداء بالضرب من النائب سحب سمارة على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي تراه استهدافا لها من قبل بعض الكتل، في المقابل يتهمها منافسها بتعمد تعطيل عمل البرلمان، ويحذر متابعون من أن يغذي العنف السياسي الانقسام الإيديولوجي بين التونسيين. برلمان متشظي سياسيا، منقسم جدا إيديولوجيا، وحتى هذا الانقسام الإيديولوجي والعنف داخل البرلمان أصبحنا نرى امتدادات له داخل المجتمع، وهذا خطير جدا على السلم الاجتماعي، على الاستقرار داخل المجتمع. أما في الشارع فالهوة تتسع، المواطن يرى الطبقة السياسية منشغلة بصراعاتها بدلا من حل مشاكله اليومية، فهي في واد وهو في آخر. البرلمان ولا كأنه يعيش وحده، والشعب التونسي قاعد يواجه في مصيره وحده، ضد الكورونا، ضد الظروف الاقتصادية اللي هي متردية برشا، ضد الظروف المعيشية اللي هي تحت الأدنى مستوياتها. الصمت متاعهم رهيب قدام اللي صار في المجلس النواب. اللي يقتلني مش العملية في حد ذاتها، اللي يقتلني هو الصمت متاع المسؤولين الكبار اللي ما ندوش بالعملية، ما خذوش موقف، صارم في الإبان، في الإبان. صراعات سياسية تتفاقم في البلاد وتدفع وفق مراقبين نحو حالة انسداد قد تفقد التونسيين الأمل في الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد. أمام احتدام الصراعات السياسية واستمرار العنف داخل البرلمان، تدعو مكونات المجتمع المدني في البلاد إلى ضرورة مراجعة النظام الداخلي للبرلمان بما يتيح إنهاء العنف المتبادل بين السياسيين. جلال موانع، الحرة، تونس،